وداعا لمنتخب غادر كأس العالم وخلف وراءه الدهشة والاحترام وغير مفاهيم الخسارة وطعمها لدى الراسخين في أبجدية كرة القدم. وداعا لمحارب الصحراء الذين لم يتركوا الجميع يتحدثون عن الإقصاء، بل تساءل الجميع عن الأداء. فتيان الجزائر كانوا قريبين من خلع ثوب الضحية، وكانوا الأقرب إلى استحضار ملحمة خيخون عام 82، لكن بنسخة محدثة، وبرهنوا أن معدن اللاعبين واحد مهما تراكمت السنون. كل اللاعبين كانوا جزءا من جسد واحد رصه مدربهم حليلوزيتش بالصرامة وبأداء رادع لكل من توقع الخسارة بنتيجة عريضة طول تاريخ المنتخب الألماني. فانبولحي ومن معه آثروا الاستبسال ولم يسلكوا نهج الخوف، وجرجروا المنتخب الألماني إلى الوقت الإضافي، وخانتهم اللياقة البدنية وقليل من الخبرة، ولم يخنهم الأداء البطولي. فتيان التاريخ رفعوا راية الجزائر وإفريقيا ومعها العرب، وأعلنوا نهاية القصة في المونديال، وكسبوا الاعتزاز بأدائهم من الجميع. فكانت المباراة تعريفا لماهية نفوس المحاربين، وليعلنوا أن هوية الكرة الجزائرية والإفريقية والعربية ليست في خطر. محارب الصحراء أشعلوا في نفوس المناصرين أمنية بقائهم، لكن الكرة دائما ما تفرق بين المنتخبات بالنتيجة. أداؤهم لم يترك كل مشجع يتجرع الخيبة كالعادة بعد كل خسارة، ويعض أصابع الندم على كل فرصة ضائعة. قال من ناصركم: الوداع لم يتشابه بالنسبة لكم ولكل مقصي من المونديال، لأن الخسارة بعزة أداء ليست هزيمة. والبعض يقول بأن ألمانيا تأهلت والجزائر فازت وانتصرت. بوبان.